أهلا وسهلا بكم تتبع قناة شوف تيفي في هذا المباشر الجديد من مدينة المحمدية وبالضبط من أبرز منطقة سياحية في مدينة المحمدية اللي هي هذه الحديقة المعروفة في مدينة المحمدية. إذن تشوفوا معنا تتبع قناة شوف تيفي الهدوء أرجع إلى شوارع مدينة الزهور مدينة المحمدية بعد الرعب والهلع اللي عرفته الساد لنا بسبب هذه الفاجعة اللي وقعت اليوم مع الساعة 6 مساء وهي انفجار 5 سهاريج بأحد المستودعات لتخزين الغاز. طبيعة الحال متتبعكم شو تبي الكل تابع معنا الحدث من البداية إلى النهاية على قناتكم قناة الشعب شوف تيفي. تابعوا معنا اللايفات ديال الاندلاع ديال الحرائق والتدخل ديال الإجارة الوقاية المدنية ثم السيطرة وعملية التبعيد اللي قاموا بها ديال واحد جوج ديال الصحاريج والتدخل ديال رجال الأمن وديال السلطات المحلية. إذا الحمد لله أن ما كانوش خسائر بشرية في هذا الانفجار، لكن خسائر مادية كبيرة لأن الانفجار ديال 5 صهاريج. الحمد لله أشكر على كل حال والله يحد البأس. تشوفوا معنا تتبع قناة شوف تيفي الهدوء يعود إلى شوارع مدينة الزهور مدينة المحمدية بعد الهلع والرعب اللي عرفاته السافنة وكذلك واحد الانقطاع ديال الكهرباء اللي عرفاته سافنة مدينة المحمدية اللي قاموا به السلطات في إطار التدابير الاحترازية اللي باش يتفاداو اي خطأ ناجم على هذا الانفجار هذا انه تطور وكذلك عملية اخلاء الساكنة المجاورة لهذا المستودع. الحال مباشرة فور علم السلطات بهذا الحريق هذا كان تدخل ديال الإجال الوقاية المدنية وديال الإجال الأمن وديال القوات المساعدة والسلطات المحلية كما جاء في البلاغ وتم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسة هذا الحادث هذا. خسائر بشرية لكن كانوا خسائر مادية كثيرة. تشوفوا أن الحمد لله ساكنة مدينة محمدية نعيشوا في راحة وفي أمن وأمان. مشكورين السلطات المحلية لمدينة محمدية وإيجاد الوقاية المدنية اللي قاموا بعمل جبار وكبير للسيطرة على هذا الحريق هذا.
بيقرأ جو تافي شو معناتها الآن في مواجهة من مدينة المحمدية اللي أرجع الهدوء لمولفاة هذه المدينة هذه الشوارع والإحياء ديالها من بعد الهلع والرعب اللي عاشوه الساكنة مساء يوم الخميس 22 دجنبر 2022 بسبب انفجار اللي وقع في أحد المستودعات لتخزين الغاز. اللي كان هذا الانفجار هذا موضوع ديال 5 صهاريج لتخزين الغاز للحمولة ديال كل وحدة فيهم 8 طن. الحمد لله أن ما فيهمش خسائر بشرية لكن خسائر مادية كبيرة في هاد 8 في هاد 7 عفوا ديال الصهاريج ديال الغاز اللي تابعتو معنا على قناتكم قناة الشعب اللي دائما تلقاوها بجنبكم ودائما تعطيكم الخبر اليقين اليقين من عين المكان تابعت مباشرات ديال لحظة الاشتعال هاد النيران هادي والتدخلات اللي قاموا بها رجال الوقاية المدنية والسلطات المحلية ورجال الأمن ورجال الوقاية المساعدة أو رجال الوقاية المدنية مشكورين كاملين على هاد المجهودات هادو اللي قاموا بها تشوفو معنا الآن والحمد لله أن عاد الأمن والأمان والطمأنينة للقلوب الناس الساكنة ديال مدينة محمدية. من مدينة محمدية اللي تفشتوا أن الهدوء رجع لهذه المدينة هذه مدينة الزهور المدينة المفضلة عند البيضاويين اللي فيها شواطئ زوينة رجع لها الهدوء بعد الرعب والهلع اللي عافاته ساكنة هذه المدينة هذه بسبب انفجار في أحد مستودعات الغاز. إذا تتبعي قناة شوف تيفي إلى هنا غنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر وإلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.